تفضلوا.
فرحب بحضراتكم في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. Welcome to All Saints Cathedral in Zamalek. You can follow the service on our booklet. ممكن نتبع نظام الخدمة في الكتيب اللي بين أيدي حضراتكم. أتينا هذه الليلة لنحتفل بالرب يسوع المسيح وبمجيئه إلى عالمنا. يسوع المسيح الذي هو نور العالم، النور الذي لا يمكن للظلمة أن تدركه. اليوم ولد المسيح، هللويا. اليوم جاء المخلص، هللويا. اليوم غنت الملائكة على الأرض، هللويا. المجد لله في الأعالي، هللويا. نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح تكون معكم ومعك أيضا. دعونا نقف معا نشترك معا في صلاة الاستعداد. سجدونا على صفحة 4. إلهنا القادر على كل شيء، الذي كل القلوب مكشوفة لديه وكل رغبة معلومة عنده ولا تخفى عليه خافية، طهر أفكار قلوبنا بالهام روحك القدوس لنحبك حبا تاما ونعظم اسمك الأقدس حق تعظيم بربنا يسوع المسيح، آمين. Christ, the light of the world, has come to dispel the darkness of our hearts. In his light, let us examine our lives and confess our sins. يسوع المسيح نور العالم قد أتى بنوره لينزع الظلام من قلوبنا. في نوره دعونا نقضي وقتا صامتا لفحص نفوسنا وحياتنا، معترفين بخطايانا، جالسين أو راكعين. آمين. دعنا نشترك معا في الاعتراف العام. إلهنا القادر على كل شيء، أبونا السماوي، نعترف بأننا قد أخطأنا إليك وإلى سائر الناس بالفكر والقول والفعل، فنحن آسفون حقا على كل خطايانا وتائبون إليك من كل سيئاتنا ما فعلناها منها بجهل أو عن ضعف أو عن عمد. لأجل ابنك ربنا يسوع المسيح الذي مات عنا، اغفر لنا كل ما سلف منا، وأنعم بأننا فيما بعد نخدمك دائما بجدة الحياة إكراما وتمجيدا لإسمك، آمين. أرجو من حضراتكم الوقوف. الله القديم يغفر خطايا جميع، يرحمنا ويغفر لنا جميع خطايانا، ينقذنا ويثبتنا ويقوينا في كل فضل ويحفظنا في الحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا، آمين. ما بعد وإحنا مكملين في تمجيد وإحنا واقفين، المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المساواة. لك نحمد، لك نبارك، لك نعبد، لك نعظم، لك نشكر على مجدك العظيم أيها الرب الإله الملك السماوي الله الآب القادر على كل شيء. يا ربنا يسوع المسيح الإبن الوحيد أيها الرب الإله حامل الله ابن الآب رافع خطايا العالم ارحمنا. أيها رافع خطايا العالم أقبل صلواتنا. أيها جالس يمين الله الآب ارحمنا. فإنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب، أنت وحدك الأعلى أيها المسيح والروح القدس في مجد الله الآب، آمين. على صفحة 6
الله الأبدي، يا من صنعت في هذه الليلة المقدسة لتنير في أرضنا بضياء نورك الوحيد الحقيقي، أحضرنا نحن الذين عرفنا إعلان هذا النور لنعاين ضياء مجدك السماوي بابنك يسوع المسيح ربنا الحي والذي يملك معك ومع الروح القدس إلها واحدا الآن وإلى الأبد، آمين. تفضلوا. قراءة العهد القديم أشعياء الإصحاح 9 من عدد 2 إلى عدد 7. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. أكثرت الأمة، عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة، لأن النير ثقله وعصا كتفه وقطيب مسخره كسرتهن كما في يوم مديان، لأن كل سلاح المتسلح في الوغى وكل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق مأكلا للنار، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. هذه هي كلمة الرب. شكرا. قراءة المزمور. خلينا نقرا المزمور، نصلي بالتبادل. مزمور 96 على صفحة رقم 7. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الأرض، رنموا للرب باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم وحميد جدا، مهوب هو على كل الآلهة، لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما الرب فقد صنع السماوات، مجد وجلال قدامه، العز والجمال في مقدسه. قدموا للرب يا قبائل الشعوب، قدموا للرب مجدا وقوة، قدموا للرب مجد اسمه، هاتوا تقدمة ادخلوا دياره، اسجدوا للرب في زينة مقدسة، ارتعدي قدامه يا كل الأرض، قولوا بين الأمم الرب قد ملك، أيضا تثبتت المسكونة فلا تتزعزع، يدين الشعوب بالاستقامة، لتفرح السماوات ولتبتهج الأرض، ليجزل الحقل وكل ما فيه، لتترنم حينئذ كل أشجار الوعر أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بأمانته. المجد للآب والابن والروح القدس، كان في البدء وهو الآن سيكون إلى دهر الداهرين، آمين.
From the New Testament, the letter of Paul to Titus, chapter 2, verses 11 through 14. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. This is the word of the Lord. Thanks be to God. هذه كلمة الرب. شكرا لله. صوت في الأعالي يا ترى ماذا الخير.
قراءة الإنجيل من إنجيل لوقا أصحاح 2 أعداد 21. انصتوا إلى إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. المجد لك يا رب. في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا. فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة: تجدون طفلا مقمطا مضطجعا في مزود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضطجعا في المزود. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم. هذا هو إنجيل المسيح. تفضلوا. كل عام وحضراتكم بخير. بالأصلة عن نفسي والنيابة عن أساقفة الأسوس وخدام وشعب الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، نتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته لنا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي أوفد السيد محمد رضا أمين رئاسة الجمهورية ممثلا لفخامة الرئيس لتهنئتنا بالعيد. شكرا. كما أرسل سيادة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تهنئة بالعيد، وأوفد سيادة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب نيابة عنه. شكرا سيادة المستشار. نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذي أوفد الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة المصرية لتهنئتنا بالعيد. شكرا. نتقدم بخالص الشكر لمعالي وزير الأوقاف الذي أوفد الشيخ سيد عبد الكريم لتهنئتنا بالعيد. شكرا سيد وزير الأوقاف. يهنئنا كما يحضر معنا فضيلة الدكتور عمرو الورداني مندوبا عن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. شكرا. يهنئنا بالعيد سفراء العديد من الدول
سعادة السفير جارث بيلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، سعادة السفير دانيال روبنستاين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، سعادة السفير هان موريتس سكافيلد سفير المملكة الهولندية بالقاهرة. نخص بالشكر الطائفة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يحضر عن قداسته القس ميخائيل أنطون ودياكن أنطونيوس وصفي جناب القمص سيرجيوس سيرجيوس وكيل عام بطريقية الأقباط الأرثوذكس ودكتور جرجس صالح الأمين العام السابق لمجلس كنائس الشرق الأوسط. نشكر جناب القس الدكتور أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الذي هنأنا بالعيد، وأوفد عن سيادته القس رفعت فتحي الأمين العام لمجلس كنائس مصر السابق وسكرتير صنود السنين الإنجيلي. شكرا يا أسيس. نقدم خالص الشكر لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ونخص بالشكر الصحافة ووكالات الأنباء والتلفزيون المصري والقنوات الفضائية احتفالهم معنا بعيد الميلاد. لا يفوتنا النشيد بوجود السيد اللواء الوزير اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومعاونيه، والسيد اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ويحضر معنا السيد محمد عثمان الإمام رئيس حي غرب القاهرة، والسيد اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة. نشكر رجال الأمن الوطني والشرطة لمساهمتهم في تنظيم هذا الحفل. تشاركنا الأحزاب السياسية احتفالنا بالعيد بوفود ممثلين. نخص بالشكر الأستاذ الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار وممثلي الحزب الحاضرين معنا، وأيضا حزب مستقبل الوطن الذي أرسل لنا وفد للتهنئة. شكرا لكم جميعا. خلينا نقضي لحظات في الصلاة وإحنا بنبتدي تأملنا في رسالة العيد. إلهنا الصالح بنأتي أمامك نطلب يا رب إرشادك لنا وكلامك لنا، كلنا يا رب محتاجين نسمع صوتك، تعالى يا رب وكلمنا وعلمنا في اسم المسيح آمين. تينيسي ويليام الكاتب الشهير كتب قصة عنوانها شيء كتبه تولستوي. تينيسي ويليام بيحكي في قصته عن رجل ورث عن أبيه محل البيع الكتب وتزوج من فتاة أحلامه، وبعد الزواج زوجته ما قدرتش انها تعيش الحياة الهادية وغادرت البيت. لكن وهي بتغادر البيت الزوج أعطاها مفتاح لمحل الكتب اللي ورثه وقال لها هترجعي لي في يوم من الأيام لن تستطيعي أن تتركيني. والحقيقة أن الشخص ده بعد ما زوجته سابته انغمس في عمله وكان بيجلس على المكتب في محل الكتب يقرأ ليل ونهار ويواصل حياته. بعد 15 سنة رجعت زوجته لكنه لم يعرفها. حاولت تفكره فسألته وقالت له أنا قريت كتاب ومش فاكرة عنوان هذا الكتاب، وابتدت تحكي لي قصة حياتهم وإزاي إنها حققت نجاح في حياتها لكنها ما قدرتش تنسى مفتاح محل الكتب. بعد فترة صمت وتأمل بصلها الزوج وقال لها غالبا دي حاجة كتبها تولستوي عشان تلقي المفتاح وتخرج بلا عودة. أضاع سنوات من حياته بدون فائدة عشان لما جات له الفرصة لم يدرك إن الفرصة جات له. السؤال هو لماذا أضاع الفرصة؟ هل ده لأنه كان مشغول بنفسه وبحاله وبيرسي لحاله؟ لما أنظر لحياتي النهاردة بشوف إن أنا أضاعت الكثير من الفرص اللي الرب أعطاني إياها. سؤالي النهاردة في العيد ورسالة العيد، لماذا نفقد فرصة لقاء السيد المسيح في عيد الميلاد؟ ولماذا نضيع
فرصة الاحتفال بعيد الميلاد. في رسالة العيد النهاردة بنتقابل مع عديد من الشخصيات اللي أضاعت الفرصة في أنها تتقابل مع السيد المسيح في قصة الميلاد. قديس لوقا بيكتب لنا عن ارتحال العائلة المقدسة من الناصرة للجليل لبيت لحم من أجل الإحصاء للإمبراطورية الرومانية زي ما أمر أغسطس قيصر. كل ده كان من أجل الضرائب عشان تتم أيامها، عشان تلد السيد المسيح في مزود داخل حظيرة للبهائم. وبعد كده بيخبرنا القديس لوقا مباشرة بعد ولادة السيد المسيح في الإصحاح الثاني عدد 7: إذ لم يكن لهما مكان في المنزل. وكلمة المنزل في اللغة اليونانية الأصلية لإنجيل لوقا بتعني غرفة ضيافة. هذه كانت الغرف المتاحة في ذلك الوقت في اللي بيقال عنه فندق أو نزل. ما كانش ممكن إنها تجد أي غرفة في أي مكان في كل بيت لحم، وصاحب الفندق يقول لهم لا يوجد مكان. صاحب الفندق لم يذكره الكتاب المقدس بالاسم، لكنه كان في بيت لحم. كان قدامه القديس يوسف والعذراء القديسة مريم، امرأة حامل على وشك الولادة، لكن بيخزلهم وبيقول لا يوجد مكان، وبيضيع فرصة عمره أنه يتقابل مع يسوع رب المجد. أضاع الفرصة لأنه كان مشغول للغاية. الفندق كان مزدحم بسبب التسجيل والإحصاء في بيت لحم، والمدينة كانت مليانة بالزائرين. كل واحد كان بيرجع نسله لبيت لحم كان بيجي عشان يسجل في المدينة. العمل كان أفضل ما يمكن، وما كانش فيه مكان لامرأة حامل على وشك الولادة. كانوا مشغولين، صاحب الفندق مشغول بما يفعله، ده خلاه يفقد أعظم فرصة في حياته، فرصة كانت هتخلي اسمه يتكتب بحروف من ذهب زي الرعاة والمجوس. كان مشغول ان هو يمد يد المعونة او يساعد العائلة المقدسة انها تجد مكان. ما كانش يقصد التجاهل او الإزاء، لكنه كان مشغول، مكان كان مزدحم، وبيحاول يبذل قصاري جهده ان هو يخدم النزلاء. كان وقت العمل وجني الأرباح. ربما المرة الأولى في حياته يشوف الفندق مزدحم بهذا الشكل، ده كان وقت عشان يحقق فيه نجاح مادي. وأنا النهاردة بسأل كل حد فينا، هل أنت مشغول جدا في حياتك واللي بتعمله لدرجة أنك أنت ممكن تفقد فرصة الاحتفال بمولد السيد المسيح هذا العام؟ هل حالة الراجل ده اللي هو صاحب الفندق بتعبر عنك؟ هل أنت مشغول في العمل وتحقيق الأرباح؟ مش بالضرورة أنك أنت بترتكب خطأ، لكنك مشغول. هل أنت مشغول عن الله لدرجة أنك أنت ما تقدرش تدي الله أي جزء من وقتك؟ هل أنت بتعمل أكتر عشان تحقق أمور أكبر وأعظم وأكتر، وتقارن نفسك بالآخرين وتبتدي تحاول أنك أنت تعمل أكتر ولا تكتفي بما لديك؟ ممكن جدا أن احنا نكتفي بما لدينا ونشعر بالسعادة. المشكلة الحقيقية أنك أنت لما بتحقق أمور أكتر وأعظم بتخطط للمستقبل، لأنك أنت كل ما بتحصل على أمور أعظم بتحصل على سعادة أعظم وأكتر، وبكده الأمور بتبقى دائرة لا تنتهي من الإنجاز والتحقيق، اللي بيخلينا ننسى أنه إحنا جايين النهاردة نحتفل بالعيد. سهل قوي أن احنا نقع في هذا الفخ ونكون مشغولين للغاية، نفقد التركيز على الأمور الهامة في الحياة. هل الله بيأخذ المكانة الأولى في حياتك؟ أنا بضع قدامك التحدي دي النهاردة وإحنا بنحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح. صاحب الفندق كان مشغول للغاية، كل اللي كان بيفكر فيه هو المال، العمل، الفايدة اللي بيجنيها، وعشان كده أضاع الفرصة. شخص آخر أضاع فرصة اللقاء وهو هيرودس الملك. هيرودس الملك كان مختلف عن صاحب الفندق، لأنه ما كانش منشغل ولا جاهل، كان عنده كل المعلومات الصحيحة. أتى المجوس من المشرق وسألوه أين هو المولود ملك اليهود، لأننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. استدعى رجال الدين وسألهم زي ما بيخبرنا البشير متى، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح، فقالوا له في بيت لحم اليهودية،
لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. وتظاهر الملك هيرودس أنه عايز يقدم العبادة ليسوع، لكن كان بيقول كده بدافع الخوف من الملك المولود الآتي، كانش عايز منافسة على الحكم، خاف واضطرب وكل أورشليم معه. السبب الثاني اللي بيجعلنا نفقد فرصة لقاء يسوع هو الخوف من رسالة العيد. هي دي كانت مشكلة الملك هيرودس، ملك لكنه روماني وأدومي من نسل عيسو، وكان بيدعي إن هو ملك اليهود. لكن هيرودس الملك كان مصاب بمرض البارانويا. مرض البارانويا ده هو جنون الشك والارتياب، مرض بيخليك تشعر شعور غير منطقي بفقدان الثقة في كل من حولك، وتشعر بالتهديد والإحساس إن في أشخاص بيراقبوك طول الوقت وبيحاولوا إزائك. هيرودس المريض كان بيخاف أي شخص بيهدد مكانته، أي شخص بيقترب منه كان بيعتقد إن هو بيحاول الاستيلاء على الحكم. لهذا السبب هيرودس قتل زوجته دوريس لأنها اعتقد إنها هتحاول الاستيلاء على العرش، قتل 2 من أبنائه ألكسندر وأرستوبولوس لأنه اعتقد إن هم هيحاولوا الاستيلاء على العرش، وخمس أيام قبل موته أراد إن هو يقتل كل أولاده عشان ما فيش ولا واحد يخلفه على العرش، لكنه لم ينجح عشان ينجو هيرودس أنتباس وهيرودس أرخيلاوس وهيرودس فيلبس اللي حكموا مملكة هيرودس الكبير بعد موته. هيرودس كان مريض لكنه كان قاسي وعديم الرحمة. لما علم أن الطفل هيكون ملك اليهود طبقا للنبوة، في محاولة مجنونة حاول أن هو يمحي كل أطفال بيت لحم عشان تحدث مذبحة الأبرياء في بيت لحم، وبيحذر الله القديس يوسف في حلم وبيهرب هو والعيلة المقدسة لأرض الملجأ لمصر. فشل هيرودس في محاولته للقضاء على السيد المسيح، وفقد فرصته أنه يتقابل معاه مقابلة حقيقية بسبب الخوف. مقابلة كان ممكن تغير حياته بالكامل. النهاردة في ناس زي هيرودس عندهم نفس الخوف الذي لهيرودس، مش هيسمحوا لحد ان هو يهز او يؤثر في مكانتهم او سلطانهم او طموحهم او خططهم او طريقة حياتهم. عايزين يتحكموا بالكامل في كل امور حياتهم، مش عايزين اي ملك على حياتهم، وبيشوفوا يسوع رب المجد مصدر تهديد، عشان كده بيضيعوا كل فرصة ان هم يتقابلوا معاه. صحيح ان هم ما عندهمش نفس الخوف المرضي اللي كان موجود عند هيرودس، لكن الخوف ان هم يعرفوا الله معرفة حقيقية. انا خايف اعرف ربنا عشان بعرفتي ربنا هتعمل فرق في حياتي. لو انت تقابلت مع السيد المسيح مقابلة حقيقية ده هيغير حياتك. الحقيقة انك انت مش هتكون نفس الانسان مرة تانية. ربما ده هيعني انك انت تفتكر انك انت هتفقد حريتك وكل متع الدنيا وتصبح شخص مهووس دينيا. واكد لكل حد فينا النهاردة جاي يحتفل بالعيد، انت مش هتعرف الحياة بدون يسوع. الله خلقك وفي هدف من حياتك، بدون معرفة الله مش هتكون لحياتك معنى. اللذة والشهرة والمال والنجاح مش بيملى الفراغ في حياتي. هيرودس كان قريب جدا من بيت لحم، المسافة كانت بين بيت لحم وأورشليم 5 أميال، مسافة قصيرة جدا حتى بمقاييس العصر في القرن الأول الميلادي، لكنه أضاع الفرصة. مجموعة أخرى أضاعت الفرصة إنها تتقابل مع يسوع، مش بسبب الانشغال زي صاحب الفندق ولا بسبب الخوف زي هيرودس، لكن بسبب الكبرياء واللامبالاة، وهم القادة الدينيون. القادة الدينيون كانوا هم رؤساء الكهنة وكتبة الشعب، القادة الدينيون في وقت ميلاد المسيح.
مذكورين في إنجيل متى لما سألهم هيرودس الملك أين يولد ملك اليهود، كانوا عارفين أين يولد المسيح. هم المفكرين اللاهوتيين القادة المتميزين في شعب الله، انتظر شعب الله المسيح آلاف السنين، انتظروا المخلص، كانوا بيعيشوا تحت نير الاستعمار الروماني، وكانت الأمة كلها تنتظر مجيء المخلص الذي سيحررهم، لأنه كان رجاء الأجيال ومستقبل شعب الله كله مرتبط بمجيء المسيح. رجال الدين أو القادة الدينيين كانوا بيعرفوا النبوات ويقدروا أن هم يقتبسوا من سفر النبي ميخا أصحاح 5:2: أما أنت يا بيت لحم إفراطة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. النبوة دي كانت 700 سنة قبل مجيء المسيح. نبوة عن مجيء المسيح من 700 سنة بتتكلم على المكان اللي هيتولد فيه المسيح في بيت لحم، ومع ذلك فقدوا فرصتهم لمقابلة السيد المسيح. ليه فقدوا الفرصة في اللقاء مع يسوع؟ كانوا مش مهتمين، رغم انهم كانوا عارفين لكن مش مهتمين، كانوا مش محتاجين ان هم يعرفوا السيد المسيح. حفظوا الشريعة والناموس وأمنوا ان هو ده اللي ربنا عايزه منهم، كانوا منشغلين بأنفسهم اكتر من انشغالهم بالله، لأنهم كانوا مقتنعين ان هم أبرار وكفاة في أنفسهم. استمروا يمارسوا طقوسهم المعتادة، ما كانش عندهم وقت لزيارة الطفل المولود اللي هيغير مجرى التاريخ. ولما بدأ الرب يسوع خدمته العلنية احتقروه ونبذوه، وفي النهاية خططوا الموت. كانوش عايزين يكونوا من تلاميذه، لأنهم بالفعل ما كانوش محتاجين ليه. قال عنهم السيد المسيح في متى 23: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وفعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون، يقولون ولا يفعلون. عندهم المعرفة الصحيحة لكن أفعالهم مش بتطابق أقوالهم. عشان كده السيد المسيح كان بيقول عليهم مرائين. الشخص المرائي هو الشخص اللي بيحاول يظهر قدام الناس بصورة صالحة لكن جواه كله شر وأفكار شريرة وأعمال شريرة. فمرائي بمعنى أنه هو بيحاول يتظاهر بشيء مش عنده، يقولون ولا يفعلون. اللامبالاة وعدم الاهتمام والتجاهل خطأ كبير، لكنه للأسف هو الخطأ الكبير اللي احنا بنقع فيه كلنا اليوم. أنا الحقيقة مش محتاج أن أنا أتقابل مع المسيح في يوم عيد الميلاد، لأن أنا مش محتاج ليه، أو لأن أنا فعلا مش محتاج لله، لأن أنا عندي كل اللي يكفيني. الشخص اللي محتاج معونة الله، الله بيأتي لمعونته. لا يمكن أنك أنت تنال الشفاء لما كنتش بتعلم أنك مريض. الشخص اللي بيتجاهل وبيشعر باللامبالاة أنه هو يعرف الله المعرفة الحقيقية يقول لك أنا عارف القصة بكل تفاصيلها، سمعتها كتير، ما احنا احتفلنا بعيد الميلاد كتير، الملاك جه للعذراء القديسة مريم مبشرها، وجوءة الملائكة بتسبح المجد لله في الأعالي، والمجوس بيأتوا من المشرق ويقدموا الهدايا ذهب ولبان ومر، ما احنا بنحتفل بعيد الميلاد كل عام. ايه اللي هيفيدني السنة دي ان انا اسمع قصة الميلاد مرة اخرى؟ وبتصبح قصة الميلاد قصة معتادة، قصة معتادة بالنسبة ليا، بتفقد تأثيرها، لأن أنا بعتقد أن أنا فهمها وعارفها، مش محتاج أن أنا أعمل أي شيء حيالها. في الواقع أنا لما أعمل كده أنا برفض أن السيد المسيح يسود على حياتي وبتجاهله زي القادة الدينيين. قديس يوحنا بيقول لنا في الإنجيل: الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء النعمة وحقا. وبالرغم من كل الكلام ده، ولا واحد من القادة الدينيين من الكهنة أو الفريسيين راح عشان يشوف المسيح أو يتقابل معاه. السؤال النهاردة وأنا بختم تأملي في الميلاد في رسالة العيد: كيف لا أضيع الفرصة أن ألتقي بالسيد المسيح في هذا العيد؟
محتاجين لوقفة مع النفس وإحنا بنحتفل بالعيد هذا العام. أول حاجة نتوقف إن إحنا نملى حياتنا بالأمور التي ليس لها أهمية. يعني ملاش نعمل زي صاحب الفندق ونتوقف شوية عن المشغولية. وما نخليش الأمور الغير هامة تشغلنا. هل أنت مشغول جدا بتبني مستقبلك وبتفقد حياتك الأبدية؟ لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو راح بيحل العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ هل إحنا مشغولين لدرجة إن مفيش مكان لله في بيوتنا ولا في أعمالنا ولا في حياتنا؟ هل أنت مشغول إنك أنت تسمع صوت ربنا؟ مخافة الرب تزيد الأيام. يعني كل ما بخاف ربنا كل ما ربنا بيديني أيام أكتر، وكل ما بدي ربنا كل ما ربنا بيديني مال أكتر، وكل ما بستخدم موهبتي بيديني مواهب أكتر. نتوقف عن المشغولية في هذا العيد، نتوقف ونتخلص من كل شكوك ومخاوف عشان نفهم السبب الحقيقي لمجيء الرب يسوع المسيح. كتير بنخاف من المجهول، وطبيعي ان اللي بيتقابل مع المسيح مش بيصبح نفس الشخص مرة أخرى. إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. كل اللي بحتاج إن أنا أعمله إن أنا أطلب الله من كل قلبي، تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلوبكم. نتوقف عن عدم الاهتمام واللامبالاة والكبرياء، ونسأل أنفسنا ماذا يعني العيد ليا اليوم. هيرودس قال للمجوس اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي. هم كانوا حكماء لانهم كانوا بيتحققوا مما رأوه. مش بنعرف هم شافوا ايه، شافوا نجم ولا شافوا شهاب، لكن كل انسان في هذا العصر كان يستطيع ان هو يرى النجم خاصة في اورشليم. لكن المجوس فقط اللي تحققوا من النجم عشان يحتفلوا بالعيد وهما بيقابلوا الطفل المولود. الفرصة ما زالت متاحة لنا لأنه الله بيدينا فرصة كل يوم. ومفيش شيء أعظم أنك أنت تنال الفرصة. والفرصة دايما غير منظورة عشان تقدر تميزها وتختنمها. ولما كنتش تختنم الفرصة اللي أنت مش شايفها هتفقدها. لأن الفرصة مش هتجيلك تقولك أنا فرصتك في الحياة. وأحياناً مش بنشوف الفرصة اللي بيمنحها لينا الله. ما زالت الفرصة متاحة لينا هذا العيد. لما بتستخدم جهاز الجي بي اس بتحدد موقعك وبتحدد المكان اللي انت رايحه، وهو بيحدد ليك أقصر الطرق اللي توصل بيها لهدفك. لكن كتير بننحرف في الطريق، مش بناخد الأماكن الصحيحة رغم إرشاد جهاز البرنامج لينا. وتلاقي ان برنامج الجي بي اس بيعيد حساباته مره تانية عشان يعمل لنا اعاده توجيه. كتير قوي في حياتنا واحنا ماشيين عشان نوصل لهدفنا احيانا بنحيد في الطريق. لكن الله مش بيفشل وبيعيد المحاوله مره بعد الاخرى، لان الهنا اله الفرصه التانية. عشان كده بولس الرسول بيقول اسعى الى هدف واحد، ان انسى ما وراء وامتد الى ما هو قدام. هل احنا ضيعنا الفرصة ان احنا نتقابل مع الله كل السنين اللي فاتت في حياتنا؟ يا ترى في فرصة السنة دي انك انت تتقابل مع الله مقابلة حقيقية؟ اللي انت عايز تحققه وتحلم بيه قليل جدا باللي ربنا عايز يعمله في حياتك. القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. فرصة جديدة شعب الله هذا العام انك انت تتقابل مقابلة حقيقية مع رب المجد، واحنا بنحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح المخلص. عيد ميلاد مجيد، كل عام وانتم بخير.
أرجو أن نقف جميعا لنعبر عن إيماننا المسيحي القانوني الإيمان النقوي على صفحة 12. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء
وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين. تفضلوا استريحوا. خلونا نصلي من أجل الكنيسة. إلهنا الصالح، أبونا السماوي، من كل قلب بنشكرك من أجل ميلادك، وإحنا رب النهاردة بنحتفل بذكرى ميلادك، جايين نشكرك على وجودك في وسطنا وعلى ما عملته من أجلنا يا رب، ومن أجل كنيستك اللي هي جسدك جايين يا رب نوصيك على عملك. حط الكنيسة يا رب في مصر ما بين إيديك، انت يا رب اللي طلبت مننا ان احنا نوصيك بيها، طلبت مننا ان احنا نحطها ما بين ايدك، ده عملك وده شغلك يا رب، شرفتنا ان احنا بنعمل معاك فيها، عشان كده بنحطها ما بين ايديك، وعندنا ثقه يا رب في ان الكنيسه في مصر تكون فيها نهضه حقيقيه في الوقت اللي جاي. صلي من اجل الكنيسه هنا يا رب، الكنيسه الاسقفيه بنحطها ما بين ايديك تعمل فيها عمل غير عادي. صلي من اجل مطران سامي، وصلي من اجل كل الاسوس وكل القاده كل الخدام والشعب يا رب في هذه الكنيسه، ليكن عيناك مفتوحتان على هذا البيت، تسمع يا رب الكل صلاه بترفع فيه. ما بنصلي من اجل كنيستنا يا رب، بنصلي من اجل كل كنيسه في مصر، كنيسه الارثوذكسيه وكل قادتها وكل الاباء والكهنه وكل حد بتستخدمه فيها يا رب بركه غير عاديه. صلي من اجل الكنيسه الانجيليه وكل قائد وكل اسيس فيها بكل طوائفها يا رب، نحطهم بين ايديك. صلي من اجل الكنيسه الكاثوليكيه ايضا، كل الكنائس يا رب نحطهم بين ايديك، عندنا الثقه في انك تعمل عمل غير عادي في بلادنا، وعمل غير عادي من خلال كنيستك يا رب في هذه البلد. اصنع عمل غير عادي ونهضه حقيقيه في انتظار يا رب ان تصنع بينا ومن خلالنا يا رب في كنيستك عمل غير عادي، عشان يرى مجدك في ارض مصر. اسم المسيح استجيب لكل كرامه ومجد، امين. في رحمتك يا رب. خلونا نستمر في الصلاة واحنا بنصلي من أجل بلادنا والعالم. يا بنا السماوي، من كل قلب نشكرك لأجل هذا اليوم المجيد اللي فيه بنتذكر ميلادك. نشكرك لأنه تغنت الملائكة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. أبونا بنصلي إنك تمنح السلام لبلدنا. بنصلي حفظ ورعاية لرئيس الجمهورية، حكمة لكل الوزراء والحكومة، مجلس الشعب، الشورى. يا رب نصلي من أجل اقتصاد بلدنا، نصلي من أجل الفقراء، بنصلي رب لأجل كل من يعانوا في بلدنا. تعال رب نصلي إنك تحفظ بلدنا من كل سوء، من كل شر، من كل إرهاب. نصلي من أجل مياه النيل، نصلي من أجل الاقتصاد المصري يا رب. أبونا بنصلي من أجل سلام المنطقة والشرق الأوسط، نصلي لأجل كل منطقة فيها نزاع وحروب. تعالى وامنح أرضنا السلام. في رحمتك يا رب. نصلي من أجل احتياجاتنا الشخصية يا رب يسوع إيمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، الكلمة التي حل بيننا ورأينا مجده مجزا،
بنشكرك لأنه بميلادك يا رب نحن كل يوم بنحس إنك أنت فعلا في وسطينا وأنت معنا في كل ظروفنا الصعبة يا رب. شكرك لأنك أنت بتسمعنا دايما عندما نأتي قدامك ونصلي من أجل احتياجاتنا يا رب المختلفة، احتياجات اقتصادية واحتياجات مادية يا رب. صلي يا أبونا وأذكر كل العائلات يا رب التعبان النهاردة يا رب، كل الفقراء يا رب اللي في كل البلاد المختلفة اللي فيها حروب، كل المشردين يا رب وبصفة خاصة يا رب يذكر لاجئي السودان يا رب اللي كل مرة يفدون إلى مصر يا رب. وصلي يا أبونا إنك تعطي فعلا يا رب حكمة وإرشاد لقادة كل دولة يا رب فيها مشكلة. وصلي يا رب من أجل كل مرضى يا رب في المستشفيات وفي البيوت، وأذكر كل شخص يا رب بصفة خاصة يا رب الآن متألم بسبب رحيل أخ أو أخت أب أو أم عزيز له يا رب. وصلي باسم يسوع من أجل التعزية خاصة لهم يا رب، إنك تقويهم يا رب في رحمتك يا رب. أيها الآب الأرحم أقبل صلواتنا من أجل خاطر ابنك يسوع المسيح مخلصنا. أطلب من حضراتكم الوقوف لخدمة السلام، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا ويدعى اسمه رئيس السلام. سلام الرب معكم على الدوام. ليقدم كل واحد منا للآخر علامة السلام. Yes.